قولوا بعد المباراه امام كوت ديفوار اليوم 24 ساعه لمباراه نيجيريا، كيفاش راهي المعنويات تاعك؟ الحمد لله المعنويه تاعنا راهي مرتفعه، خاصه وين الجمهور تاعنا تجور معنا. ان شاء الله وصلنا للدومي فينال، ان شاء الله رانا معاونين باش نحطوا كل علينا ان شاء الله باش نروحوا لا فينال ونفرحوا الشعب تاعنا ان شاء الله. بزاف في الماتش هذا ما خلاتكمش تظهروا بالمستوى اللي شفناه، مسخانه ورطوبه، لكن نقولوا هل الاسترجاع كان مليح هذا اليوم؟ بيان سور، اول مره لعبنا على السته وين كانت سخانه بزاف، مي الحمد لله عرفنا كيف نجيروا الماتش تاعنا وين لعبنا مليح والكره ما حبتش تدخل، مي الحمد لله ربي وفقنا وان شاء الله كونسونترو بيان هذا الماتش باش نروحوا لفينا ان شاء الله. معنويات شفنا كل الزملاء يعني ساندوه وحفظوه، يعني المعنويات تاعكم في احسن حال. بيان سور، احنا مجموعه واحده، احنا رانا اوبجيكتيف واحد، رانا معاولين ندو هذا لاكوب باش نهدوها للشعب تاعنا. جاي 15 هم جايين حوالي 10000، يعني كاين 6 طائرات عسكريه وكاين طائرات مدنيه، اربعه حوالي 10000 راح يكونوا في المباراه، يحفزكم هذا الشيء؟ بيان سور، هذا يكون حافز لينا، وكما قلت لك ان شاء الله ما يجوش ان شاء الله يجوا باش يفرحوا معنا وان شاء الله نروحوا فينال وندوها ان شاء الله. يوسف، عندكم يوم راحه قبل المنتخب النيجيري، هل هذا الشيء ما شاء الله؟